حدث خاص ومناسبة خاصة بالنسبة لنا. طبعا المناسبة الأولى هو كون احتفالنا بمرور 20 عام على تأسيس شركة أريدو، اللي من هذا المنبر انتهز الفرصة لشكر عرفائنا شركائنا وموظفينا على دعمهم وولائهم لنجاح هذه المؤسسة. الحدث الثاني الخاص هو كون المشغل الرسمي والراعي الرسمي لكأس العالم فيفا قطر 2022، هي أول دولة عربية تستضيف كأس عالم. نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الدول العربية وكذلك منتخب تونس في تقديم الأفضل وأسعد الجماهير. طبعا حبينا أيضا في هذه المناسبة أن يكون لنا بصمة جديدة عن طريق إطلاق علامتنا التجارية الجديدة ونبسطها بحيث تكون مرئية وواضحة للحرفاء ولجميع الشركاء، وكذلك أيضا أطلقنا شعارنا الجديد اللي هو طور عالمك بدال عيش الإنترنت. طبعا طور عالمك بالنسبة لنا شعار يتواكب مع رؤيتنا اللي هو إثراء حياة حرفائنا الرقمية، متناسب أيضا مع قيمنا كشركة الاهتمام والتواصل والتحدي، ويتواكب أيضا مع التطور التكنولوجي اللي نشوفه بشكل كبير ومتسارع من تقديم ابتكارات وحلول ذكية لجميع حرفائنا وشركائنا، وأيضا يتواكب مع السياسة العامة للجمهورية التونسية والاستراتيجية في عالم الرقمنة ودخول التكنولوجيا بشكل كبير. طور عالمك بالنسبة لنا هو ليس شعار، وإنما هو ثقافة نحاول نعززها في موظفينا في حرفائنا وشركائنا على مدى إن شاء الله الأعوام القادمة، بحيث أن نحقق النجاح الكبير بما يتماشى مع متطلبات المستقبل ونحقق أيضا النتائج الإيجابية. طور عالمك تعني بالنسبة لنا تطوير شبكاتنا، تطوير خدماتنا، منتجاتنا، تطوير موظفينا وتطوير بيئة العمل بشكل عام. أيضا حبيت تكون لنا بصمة أخيرة اليوم عن طريق تقديم هدية بسيطة أيضا لإخواننا الإعلاميين. خصصنا 6 تذاكر لحضور مباريات تونس في كأس العالم. ألف مبروك لإخواننا الإعلاميين اللي ربحوا معنا، وحظ أوفر للي ما حالفهم الحظ، وربي إن شاء الله يوفق تونس ويوفقنا جميع. وهذا اللي يعني تقريبا اللي حبينا نحتفل معاه اليوم وياكم.